العلم السعودي، الراية التي لا تنكس، التاريخ المجيد الذي لا تغرب أصالته، الوطن الثابت في سجلات السلام والحضارة والإنسانية. العلم السعودي كلمات التوحيد المضيئة وسيف القوة المسلول بهمة لا تلين، ولون الحياة الذي كتبت من أجله الأمجاد بالأخضر. هنا علم تلونه الحنايا فيخفق كلما رف الوفاء، ونقسم أن نصون له علوا فلا يحنى ولو شاء العداء. سعوديون سعوديون دون العز نفنى، ويخلق من شهامتنا فداء. حياكم الله في افتتاحية وبداية هذه الحلقة من يا هلا، التي نخصصها بشكل استثنائي اليوم للحديث عن الأمر الملكي الذي جاء بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام تحت مسمى يوم العلم. سنتحدث عن التفاصيل والقراءات والدلالات لهذا اليوم مع ضيفي الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الدكتور ضيف الله ابن دليم ابن رازن، وهو أستاذ التاريخ السعودي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. دكتور مساء الخير والوطن، وحياك الله معنا. مساء الخير أخي مفرح، ومساء الخير لجميع المشاهدين في كل مكان. بأخذ منك قراءة في هذا الأمر الملكي وتخصيص 11/3 من كل عام يوما للعلم في السعودية. طبعا عند الحديث عن العلم أو الراية، طبعا العلم السعودي هو امتداد لذلك الإرث العظيم، إرث وتراث عربي إسلامي منذ قديم الزمان. الراية السعودية راية ذات عمق تاريخي عظيم. طبعا من المعلومة أن الدولة السعودية الأولى بدأت في عام 1139 للهجرة للموافق عام 1727 للميلاد، وأن الأئمة من آل سعود في الدولة السعودية الأولى منهم الإمام محمد بن سعود ومن خلفه من حكام الدولة السعودية العظماء، وكذلك الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية، استخدموا هذه الراية وهذا العلم. طبعا هناك تطور تاريخي للراية السعودية على مدى تاريخها، طبعا منذ البدايات، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله موجودة على هذا العلم الأخضر الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، حتى أيضا في عهد الملك عبد العزيز. ومن المعلوم أن الملك عبد العزيز كان له جهود عظيمة في توحيد البلاد، خاصة في الفترة من عام 1319 من استعادة الرياض حتى توحيد هذه المملكة المترابطة الأطراف في عام 1351. وكانت الراية والعلم موجودة في كل مكان، موجودة في مع الملك عبد العزيز ومع جيوشه. طبعا الملك عبد العزيز رحمه الله في تاريخ 27 من ذي الحجة من عام 1355 للهجرة أصدر قراره بالعلم بالشكل الواضح الآن، فهذا التاريخ يوافق 11 مارس من عام 1937 للميلاد، ويعتبر هذا التاريخ يعني يوم العلم منذ ذلك التاريخ. نعم دكتور، يعني العلم السعودي دلالات السلام والإسلام، دلالات القوة، دلالات الحياة بألوانه، كل رمزيات التلاحم والوحدة الوطنية تقف خلف الاحتفاء بيوم العلم. طبعا العلم هو هوية وطنية وفيه دلالات، أبرزها العمق التاريخي للدولة السعودية على مدى تاريخها الطويل الذي شارف على 3 قرون. طبعا تظهر عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعني هذه العبارة الشيء العظيم لهذا البلد المملكة العربية السعودية. أيضا تظهر على العلم شعار السيف، وهو شعار معبر عن الحزم وعن العدل في جميع العصور. أيضا اللون له أيضا له دلالات أخرى، منها السلام والتسامح وأيضا النماء والرخاء. ومعلوم أن بلدنا ولله الحمد أنه بلد التسامح وبلد السلام.
جميل. طيب اليوم الوطني السعودي، يوم التأسيس، والآن يوم العلم، الثقافة الوطنية التي تغرس في الاحتفاء بالتاريخ والمجد السعودي إجمالا كيف تقرأها؟ طبعا هذه مناسبات وطنية، احنا كمواطنين سعوديين نعتز بذلك الإرث العظيم وهذا التاريخ العظيم للدولة السعودية على مراحلها. ف يعني الدلالة الواضحة الاعتزاز بالعمق التاريخي للدولة السعودية وكذلك الاعتزاز بهذه الهوية الوطنية العظيمة. جميل. طيب اليوم يعني احنا على يعني بعد تقريبا 10 ايام من 11/3، في هذا اليوم 11/3 ما اهم المضامين والدلالات المغروسة في انفس كل الاجيال اللي راح تحتفل في هذا اليوم للمرة الاولى بيوم العلم في السعودية؟ طبعا امتدادا لذلك نجد يعني مثل ما ذكرنا سابقا ان تاريخ عام 1355 وهو يوافق 11 مارس من كل عام هو بداية تشكل هذا النمط او الشكل للعلم السعودي في عهد الملك عبد العزيز. لا ننسى ايضا أنه كان هناك أيضا يوجد نظام يسمى نظام العلم للمملكة العربية السعودية. طبعا هذا النظام أصدر في 2 صفر من عام 1393 في عهد الملك فيصل رحمه الله. أيضا في عام 1398 كان هناك إجراء تنظيمي للعلم. طبعا العلم معلوم أن له أنظمته وأيضا له بروتوكولاته واستخداماته. بالنسبة لي إن شاء الله المناسبة القادمة نستشعر يعني من هذه الراية الهوية الوطنية والهوية السعودية، أيضا العمق لهذه الراية المعبرة عن تاريخنا وتراثنا السعودي الذي نفتخر به. جميل. أباخذ من كذا كلمة أختم بها اليوم يقولها الدكتور ضيف الله أستاذ التاريخ، الرجل المعني بالتاريخ وقراءات التاريخ، لكل من يسمع هذه الحلقة. الكلمة التي أستطيع أن أقولها أننا محظوظون وأننا نعتز بهذه الدولة المباركة وأيضا نفتخر بأيامها الوطنية ونفتخر أيضا بأيام التأسيس ونفتخر أيضا بيوم العلم، هذا اليوم الذي له دلالات واضحة في عمقنا وفي تاريخنا وفي تراثنا في هذا البلد المبارك. دكتور ضيف الله شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أشكر كثيرا الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن وهو أستاذ التاريخ السعودي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كانت هذه قراءة وفقرة استثنائية اليوم في بداية برنامج أهلا للحديث عن الأمر الملكي بتخصيص يوم 11/3 من كل عام يوم للعلم في المملكة العربية السعودية. ستستمر تغطيتنا لهذا الموضوع في يومه إن شاء الله، ستكون لنا يعني حلقات استثنائية كبيرة جدا وتغطيات شاملة لهذا الاحتفاء. كل الأيام المعنية بالوطن وبالتاريخ الوطني السعودي وبالحضارة السعودية الكبيرة جدا هي من أيام الفخر والاعتزاز التي يباهي ويعتز بها كل سعودي. بعد هذا الفاصل سنبدأ معكم فقرات يا هلا بالعرفج كونوا بالقرب.